كابتن، ابدا معاك بانه موسيماني النهارده كان بيقول انه لازم ما نستهونش باي خصم، خصوصا الوداد، ومش معنى ان احنا قدرنا ان احنا نكسب الوداد على ارضه بهدفين نظيفين انه مباراه العوده هتكون سهله وان خلاص احنا حسمنا التاهل. بالعكس، البطولات اللي زي دي دايما بيبقى فيها مفاجات كتير واحنا مش عايزين اي مفاجاه. شايف ازاي لقاء العوده بين الاهلي والوداد؟ شايفه سهل؟ شايفه صعب؟ شايف احنا خلاص حسمنا التاهل؟ لا، مفيش حاجه اسمها كده. يعني اقرا لنا كده مباراه العوده. انا هاخد من كلامك وهقول حسمنا التركيز في المباراه الاولانيه، حسمنا التصرف، حسمنا الرغبه في ان احنا نرجع بنتيجه ايجابيه، حسمنا حاجات كتير قوي توج لك دايما حاله الفوز، انك انت بتقفلي على نفسك، عندك هدف كبير قوي ان انت تاخدي البطوله، عندك مدرب بنغمس بسرعه اول ما جه مع الفريق وقدر يقرا قدرات اللعيبه، وهو ايام ما كان بيلعبهم مع سان داونز وكان ليه تجربتين، تجربه تفوق فيها وتجربه التانية الاهلي هو اللي تفوق فيها تماما. فكان حلم من حياته كمان ان هو يبقى موجود مع اللعيبه دي او مع الكيان ده، والحظ والحكايه والظروف وصلته فعلا للمكانه دي. فهو يعني نقول عليه ذكي قوي وبيحب اللعبة قوي وبيدرس كويس قوي وشاطر في الحته الافريقيه دي قوي، ولاعب الوداد ولاعب، فكل العناصر اللي حصلت دي صبها مع التعامل مع لعيبه النادي الاهلي واداره النادي الاهلي، وحسينا ان هو واحد نعرفه من زمان، يعني مش اول مره نقابله، يعني حسينا ان هو قريب مننا قوي. فده واضح في كل الحاجات دي، وضحت في المباراه، واضح قد ايه اللعيبه مركزه، قد ايه اللعيبه هو ده حريه ان تضغط على الفريق اللي قدامها. يعني الفريق اللي قدامنا ده لما بيضغط علينا احنا بنحاول نلم اورانا، لا احنا اللي ضغطنا واحنا بنلعب بره. وكان الهدف سريع جدا في دقيقه 3 4 ان قفشه يضغط على الراجل بصوره، يعني الراجل اتخض وساب له الكوره. دي حاجه فاجئتك يا كابتن ان هو رايح يلعب بطريقه هجوميه طبعاً على ارض الوداد؟ برافو عليكي. يعني انا كنت عايز مثلا احمد فتحي يبقى بيلعب مع احمد، مع محمد هاني ناحيه اليمين مكان حسين الشحات، احمد فتحي بس. يعني كنت عايز ادي حريه شويه ان احنا نقفل على اسماعيل حداد ده، ان هو ما يبقاش عنده الحريه انه يخش، خاصه ان ناحيه اليمين بديع اوك ده، والحداد من اقوى اخطر الناس اللي هم بيلعبوا من على الاجناب. فكنت انا عايز اقفل البلوك في الحته دي، وادي راحه لهاني شويه، واقدر ادي راحه شويه لاحمد فتحي، ويقدروا يعملوا حركه تبادليه في الانطلاقات. انما هو حب ياخد امكانيات وتالنت بتاع حسين الشحات برضه في الرجوع وفي الطلوع تاني لقدام، ويبقى فيه العلاقه بينه وبين محمد هاني. نجح نجحت التقارب الخطوط اللي كانت موجوده، نجح صح. شويه اللي لعب فيهم ديانج عمل لنا اخطبوط في اول مع الحكم اللي كان يعني يعني باصص له بصت لو هتعمل حاجه بعد كده هطلعك بره. وكان في ذكاء هنا من موسيماني ان هو يطلعه وينزل حمدي فتحي بين الشوطين. كل اللي عندهم فكره عن كرة سقفوا للراجل وقالوا برافو عليك، يعني عنده شفافيه صح، ما بي يعني ما بيكبرش دماغه على الحكايه نفسها، بينزل لمستوى الاحداث اللي بتحصل، واقف على الخط كوتش. فاللعيبه كمان ساعدته الحقيقه بكل التركيز، بكل الغيابات اللي عندها، بكل حاجه تحس ان مفيش حد غايب، ان كل واحد بيديك الماكسيموم بتاعه. علي معلول بيعمل المشاوير الطويله دي وبتاع خارج الارض، ويعمل عرضيات ويعمل كل حاجه. انت كان المفروض تكسبي 3 4 5 ماشي، تطلع له بتاع 5 6 2 مثلا او 6 1، مش هقول ان هم ما راحوش على الجون، يعني راحوا وكان عندهم فرص وكان عندهم ضربه جزاء، مش ضربه جزاء خالص يعني، لا مش ضربه جزاء طبعا، كانت فرصه بالنسبه لهم يعني. وانا لما كنت قاعد معاك هنا انا اتكلمت عن المباراه وقلت مباراه اسماعيلي هتخلص 3 3، والحمد لله خلصت 3. وجيت برضه اتكلمت معاكي وفي البيت الكبير قلت، والناس كلها ليه قاعده تقول احنا نرجع بنتيجه ايجابيه، النادي الاهلي نادي كبير وشخصيته اقوى من ان احنا نقول ان احنا نرجع بايجابيه، احنا ليه ما نكسبش؟ انا عايز ان احنا نكسب 2-1 والحمد لله البنت ما دخلش فبقت 2-0. توقعاتك دايما صائبه يا كابتن. انا بشوف رؤيه لو احنا عملنا حاجه معينه، دي حصلت في المباراه بتاعت الوداد، ان احنا ضغطنا، احنا شخصيه التيشيرت الاحمر هي اللي كانت موجوده صح، يعني اسم النادي الاهلي كان موجود.